موجوده معاكم الشده واللام الشمسيه واللام القمريه. عندنا هاي الصوره زي ما احنا شايفينها هي صوره ايش؟ هاي يا شهم الجرة. كيف بنقراها مره اخرى؟ جرة. شو عملنا بالراء؟ شدينا عليها. اذا عندي الراء، لا الراء لما تنحط عليها شده بتصير حرف مشدد، بتصير حرف مشدد. احنا بنحكي هون عن الشده يا تاني. خلينا نشوف امثله اخرى عن الشده. الشده اللي بتكون زي حرف السين، عندي زي هاي الكلمه نقراهم يا شهم. مد. لا مد. مش مد، مد. مد. اها هيها شايفين الدال عليها شده. طب هون نحب. وين الشده محطوطه على اي حرف؟ على الاب، على الباء. هيها نحب شده وحتى عليها ضمه، اذا هيها الشده وعليها ضمه. عندنا كلمه معلمه، معلمه على ال، على ال. طيب هذا درس الشده. هلا بالنسبه للام الشمسيه واللام القمريه، نتذكر انه اللام القمريه زي ما هي موجوده بكلمه القمر، يعني نحكي القلم نحكيها اللام، لكن بكلمه الشمس نحكي الشمس. لا بيكون في صعب علينا نحن نحكي الشمس، نحكي الشمس، فعشان هيك بنسميها لام شمسيه. اللام الشمسيه لا تلفظ واللام القمرية تلفظ. نبلش بأول كلمة، شو رأيك هاي لام قمرية ولا شمسية؟ القلم. قمرية نعم. وهون الجديد. أها الجديد. شمسية ولا قمرية؟ قمرية. الجديدة، ما حكيت الجديدة. لا شمسية. الجديدة شمسية نعم. هون الطريق، بنقول الطريق ولا الطريق؟ الطريق. إذن لام شمسية. هون عنا النظام، برضو لام شمسية. مراجعة سريعة يا تاني، معروف اللام القمرية بيكون عليها سكون، اللام الشمسية بيكون عليها شدة، عشان هيك راجعنا الشدة. خلينا نقرأ هدول الكلمتين يلا. أوكي. المدرسة جميلة. منشيل الفتحة هون غلط، نحط بدالها ضمة. هون ركب محمد الدراجة. ركب محمد الدراجة، محطوطة عند الميم شدة وعند الدال والراء شدة. ممتاز. هيا نساعد رجل الشدة على أن يضع الشدة الضائعة على الحرف الصحيح للكلمات التالية. كثير مهم هذا التمرين يا تاني، عشان إحنا نعرف وين بدنا نحط الشدة. كيف بدنا نعرف يا شهم؟ لما نيجي نلفظ الكلمة بنعرف بالضبط وين بدي أحط هالشدة. يلا نقرأ. ها هناك شمسية. أي واحدة؟ عند التفاح. تفاحة. لا هون ما في لام شمسية وقمرية، ما في ال. شايفي ال؟ ما في ال. إحنا هون بنحكي عن وين بدنا نحط الشدة. نقرأ اللي أول كلمة عندنا. تفاحة. وين بحطها؟ على التاء ولا على الحاء ولا على الفاء؟ تفاحة. أها إذا على أي حرف؟ على الفاء. على شو؟ على الاف. على الفاء. ممتاز. نيجي لهاي الكلمه يلا نقراها مع بعض. سله. لاحظنا انه اللام زي كانه حكيناها مرتين صح، فبتصير سله على اللام. طيب نيجي على اللي بعديها. سياره. حكينا الياء مرتين يعني شده عليها، فبالتالي تعتبر على الشده بنحطها على الياء. طب نيجي لهون. بطة. وين؟ لا ركزوا مظبوط يا تاني، نقرأها مرة تانية. بطة. إذا على الطا بتكون الشدة على حرف الطا. ممتاز. نراكم في فيديو جديد عن حرف الهاء. إلى اللقاء.